حذر رئيس البرلمان العربي السيد عادل العسومي من خطورة تداعيات احتجاز ميليشيا الحوثي الإرهابية لخزان صافر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تتمادى في أفعالها الإجرامية باستمرارها في احتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية. ودعا العسومي في بيان له والمجتمع الدولي لإنقاذ صافر ومنع أي كوارث بيئية محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة بل على العالم أجمع. وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية وتبني مواقف فعالة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص والبيئة اليمنية التي انهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.